حط لي موسيقى وذا يلا. الله الله الموسيقى الله. ماذا تعرف أنت ذحرجي في العميق عندما عقلك ينمل كأنه في الجلي عندما يتكلم من الأشخاص أنا في بطيء أشعر كأني رائد فضاء في البحر. ماذا تعرف أنت ذحرجي في العميق عندما عقلك ينمل كأنه في الجلي عندما يتكلم من الأشخاص أنا في بطيء أشعر كأني رائد فضاء في البحر. ماذا تعرف أنت ذحرجي في العميق عندما عقلك يا نمل كأنه في الجلي عندما يتكلم من لا أشخاص طرف بطيء أشعر كأني رائد فضاء من بحر. ماذا تعرف أنت ذحرجي في العميق عندما عقلك يا نمل كأنه في الجلي عندما يتكلم من لا أشخاص طرف بطيء أشعر كأني رائد فضاء من بحر. ماذا تعرفون عن استاذ حروجي في العميق عندما عقلك ينمل كأنه في الجلي عندما يتكلم كل الأشخاص صعيل القرف بطيء أشعر كأني رائد فضاء في البحر. عم تحكي لي كل شي فيه وانا خسر صعيب بي جنبي خليكي دنيا تقيكي وقتي نسيكي طول اليومين خلو عينيكي تعبان حطي راسك على المخدي جوا قلبي ما في قدي لونه ابيض هو قلبي ما حد زيك ياما شو عجبني بدي انا دايما حضلني جنبي لو كانوا كلهم ضدك حضل حبي حضل حب با 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 هي قصة حب والقلب عم يدق هي فيلم رومانسي شايل فيها أحلامنا لو شو بيصير بيناتنا إن بيدك عيب حياتنا دموع هاليومين خلو عينيكي تعبان حطي راسك على المخدي جوا قلبي ما في قدي لونه أبيض هو قلبي ما حد زيك ياما شو عجبني بدي أنا دايما حضلني جنبي لو كانوا كلهم ضدي حضل حبيك حضل حب با 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 اتمنى يكون عجبكم هذا المقطع. اذا في الكواليس راح اوريكم المراحل اللي مريت منها عشان اسوي هذا المقطع. اقسم بالله مراحل متعبة ومرهقة عشان إسعادكم يا أصدقاء. إذن المرحلة الأولى والأكثر تعباً هي مرحلة إيجاد الكلمات. إذن هذه المرحلة هي أسوأ مرحلة ممكن تمر فيها في حياتك. هذه المرحلة تأخذ منك وقت كبير جداً. لازم تجيب مقاطع كثيرة وتبحث فيها على الكلمات. أوه ماي جاد. ممكن مقطع واحد تجيب منه كلمة واحدة يعني مسألة صعبة. والحمد لله الآن معي فريق العمل يساعدني يعني إيجاد الكلمات وعشان يعني عشان تسريع وتيرة يعني الشغل وتنزيل مقاطع أكثر يعني. فشكرا لفريق العمل اللي ساعدني في إيجاد الكلمات. أوكي الآن هذه هي المرحلة الأولى إيجاد الكلمات من المقاطع. المرحلة الثانية بسيطة شيئا ما بسيطة نخلي هذه الكلمات تتماشى يعني مع الإيقاع يعني تكون متوازنة مع الإيقاع يعني ما يكونش تأخر أو سرعة يعني في الكلمة. المرحلة الثالثة هي خياطة هذه الكلمات يعني نخلي الكلمة ثقيلة ونخليها أسرع عشان تتمشى مع يعني الإيقاع. نفس المرحلة الثالثة لكن هذه نقوم بخياطة الكلمات. والمرحلة الرابعة أظن أو الثالثة مرحلة الأوتوتون يعني أو تعديل نوتات الكلمات. هذه المرحلة اللي تعجبني. بعد ما نخلص هذه المرحلة تيجي المرحلة ما قبل الأخيرة أو أخيرة تقريبا هي نجمع الصوت مع الصورة. نأخذ الصوت اللي عدلناه ونحطه في برنامج مونتاج ونخيط بين الصورة وبين الصوت عشان يعني لما يقول آ يقول آ يعني
اتمنى تكونوا فاهمين. المهم هذه هي المرحلة اللي نمر منها، والآن راح أخليكم مع النسخة ما عدتش فيها على الصوت، وحاولت أسرع الإيقاع عشان ما يكونش في تقطيع بزاف، بس يعني راح أخليكم مع النسخة. والمشكلة الوحيدة اللي لقيت في هذا المقطع هي صوت أبو الروب. أوه ماي جاد، صوته يشبه أنس، أقسم بالله صوت أبو الروب يشبه صوت أنس، خلاني يعني أتنرفز شوي، حسيت اني كان يعدل على صوت انس وما كان. المهم اذا اتمنى يكون عجبكم هذا المقطع، وراح اخليكم انا مع النسخه الثانيه الجميله الانيقه السريعه المتالقه. استمتعوا. عم تحكي لي كل شيء فيكي، وانا هسه هون صافي بكي جنبي، خليكي الدنيا تطيقكي، وقتي ناسيكي، دمو هاليومين خلو عينيكي تعبانه، حطي راسي على المخدة جوا قلبي، ما في أدي لونه أبيض هو قلبي، ما حد زي هيك يا ما شو عجبني ردي، أنا دائما حضلني جنبي، لو كانوا كلهم ضدي حضل أحبي وهي قصة حب والقلب عم بيدق، وهي فيلم رومانسي شايف فيها أحلامنا، لو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا، دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة. What you know about rolling down in the deep, when the rain goes numb you can roll that metal breeze, when these people talk too much with the shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean, yeah. What you know about rolling down in the deep, when the rain goes numb you can roll that metal breeze, when these people talk too much with the shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb you can pull that mental freeze, when these people talk too much with the shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb you can pull that mental freeze, when these people talk too much with the shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb you can pull that mental freeze, when these people talk too much with the shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean, yeah. What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb you can pull that mental freeze, when these people talk too much with the shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean, yeah. What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb you can pull that mental freeze, when these people talk too much with the shit in slow motion, yeah, I feel like an astronaut in the ocean, yeah, yeah, yeah.